السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف من الـ CIC Building Information Modeling Standard، هنشوف الـ BIM Execution Plan أو الـ Project Information Planning. تمام، ده بيريس، وبعد كده بيتكلم بقى عن الكود، وبيتكلم على بعض الاختصارات، وبيتكلم على الـ BIM بيتعمل ازاي. هنشوف الصورة دي بالظبط للمراحل اللي جاية. تمام، دلوقتي هنشوف. طيب ايه هو البروجكت اكستشن بلان؟ هي خطه تنفيذ المشروع. المالك بيعهد للبيم مانجر ان هو يحط خطه معينه، ويبداوا الاطراف كلها يتناقشوا، وده بيبقى فيها توزيع الادوار، وده بيوفر مشاكل كتير قوي. حمدكم الله. وده بيوفر مشاكل كتير جدا. بعد كده واحد يقول لا ده مش السكوب بتاعي، لا ده السكوب بتاعي حد كذا. انما يكون في ورقه والناس كلها وافقت عليها، خلاص دي بتسهل علينا الشغل. تمام. طيب ايه بتبتدي ازاي؟ بنبتدي ان احنا نقعد مع المالك ونشوف المطالبات بتاعته. الكلاينت ريكويرمنت سبيسيفيكيشن، تمام، بنشوف الكلاينت الاستراتيجيه بتاعته، ايه هو عايز يطبق البيم ليه، ايه هو ال او دي اللي عايز يوصل له، الريسبونسابيلتي ماتريكس يعني كل واحد مسؤول عن ايه. تمام، ودي هنشوفها مع بعض في كود، هنشرحها بالتفصيل في قناه بيم اربي على اليوتيوب. البلانينج اوف ورك، نظام الشغل هيمشي ازاي، الكوردينيشن والكليشيهات ازاي نكشفها وازاي نحلها، وطريقه التنظيم. ممكن نتفق ان كلاش سيكشن ده هيبقى بشكل اسبوعي مثلا، او نص اسبوعي، او كل اسبوعين. الانفورميشن والداتا بقى مسؤوليه مين مسؤول عنهم، والسكادول والسوفت وير والهارد وير هيحصل. طيب لو احنا بنتكلم على مرحله الديزاين ومش مدخلين معانا المقاول، هيبقى الكلاينت هيقول المطالبات بتاعته. المطالبات بتاعته دي هنحولها لدرافت بيم بروجكت اكسكيوشن بلان درافت، وبعد كده هنبعتها للكلاينت، هو يبدا يشوفها ويبدا يحط التعديلات بتاعته، واحنا هناخدها نبدا نحط البيم اكسكيوشن بلان اللي المفروض انها تتعمل ونبعتها له. لما يوافق يبقى خلاص كده عندنا بيم اكسكيوشن بلان، واتفقنا على المفروض تبقى عامل ازاي. لما يعترض فنبدا نعملها تاني، نظبطها ونبتدي. طيب بعد كده لما يجي يدخل المقاول معانا، هنديله الديزاين ستيج اللي هي اللي خرجت معانا المره اللي فاتت، والكلاينت هيبدا يقول المطالبات بتاعته، فهو يعمل درافت وبعد كده يبعثها للكلاينت، والكلاينت يقول او لا، وبعد كده يبعثها له تعمل حاجه كويسه. لما اللي وافق عليها خلاص يبقى نبدا نكمل. تمام، ده بالنسبه لل الـ CIC الخاص بالـ Project Execution Planning.